عايز اتكلم على حاجه سريعا بس كده. طبعا بنتابع كلنا البرامج الرياضيه، وبصراحه تقعد تلاقي فيه اخبار كده تستفزك شويه. طبعا ما تستفزناش كجمهور نادي الاهلي، لان احنا جمهور واعي شويه او واعي قوي يعني. وقت صعب جدا بيقعدوا يقولوا ايه، ان مش عارف فلان الفلاني هيجدد، فلان الفلاني هيمشي، قال لك مثلا الفتره اللي فاتت ده الاهلي بيفاوض علي معلول للتوقيع على عقد جديد قبل السفر لتونس وانضمامه لمنتخب بلاده. طب هل من المنطق في، خلي بالك بنتكلم على النادي الاهلي وما ادراك ما النادي الاهلي، كلنا عارفين النادي الاهلي، هل من المنطق في ظل ضغط المباريات دي والظروف الصعبه دي النادي الاهلي هيقعد ويشغل باله بحاجات؟ خلي بالكم علي معلول ناقص له سنه لسه، علي معلول ناقص له سنه، وقت اللي هو المهم وفي حسم الدوري وهنشغل بالنا. طبعا علي معلول لعيب كبير، وطبعا اكيد في وقت، في وقت في النادي الاهلي للكلام ده، في وقت للكلام ده، ولكن الارتباط ما زال قائم بين الاهلي وعلي معلول. وعلي معلول نجاحاته معظمها كانت في النادي الاهلي. علي معلول لعيب كبير، انما علي معلول النادي الاهلي عمل له كتير، النادي علي معلول عمل انجازات في النادي الاهلي ومحدش يقدر ينكر انجازاته، ولكن النادي الاهلي تقل لعلي معلول، تقل لاي لعيب، مش بالسهوله فك الارتباط بين علي معلول وبين النادي الاهلي، خصوصا ان علي معلول عارف قيمه النادي الاهلي، وعلي معلول عارف قيمته عند النادي الاهلي وجماهيره، واحنا كاهلاويه اداره وجماهير ولاعيبه قديمه عارفين قد ايه علي معلول بيحب الاهلي ومرتبط بالنادي، يعني مفيش مشكله. انا بالنسبه لي يعني تربطني بعلي علاقه شخصيه لانه جاري، والراجل يعني مش عايز اقول لكم بيحب الاهلي كانه متربي في الاهلي، كانه موجود في النادي الاهلي من ما هو صغير، هو عارف فضل الاهلي عليه بعد ربنا طبعا. فانت بتيجي دلوقتي في الاوقات دي وعايز تشتتني وعايز تبعدني عن حاجات كتير. هو الفترة دي فترة صعبة جدا، فترة صعبة جدا، كلنا بنتكلم في البرامج ان دي فترة صعبة جدا، ولكن احنا في الوقت ده بنركز على حاجة واحدة بس، البطولة اللي احنا فيها. صعبنا الامور على نفسنا، صعبنا الامور على نفسنا، عادي بتحصل. انا بقول لحضراتكم ان الموسم ده من انجح المواسم في تاريخ النادي الاهلي، وهنجيبها بالارقام ان شاء الله مع ضيوفنا الكبار، هنجيبها بالارقام. الموضوع بس اللي انا عايز اقوله التوقيت نفسه، يعني حتى لما تفكر كده يعني عدم منطقيه، ازاي في الوقت دوت انا اجي وانا اصلا في موقف صعب جدا و بدور على اني ارجع تاني وانافس واكمل واتصدر الدوري في اخر اربع محطات او اخر اربع مباريات واشغل بالي بحاجات تانيه؟ هي في حاجات مهمه طبعا، بس التوقيت ده التركيز كله في البطوله اللي انا فيها دلوقتي. انا عندي اصلا كل 48 ساعه ماتش، هم هيقعدوا حتى المسؤولين حتى اللعيبه هيقعدوا ازاي مع بعض؟ امتى؟ ده مستر موسيماني نفسه ما بيلحقش يصحح اخطاء، يعني كل الكلام بتاعه بيبقى تقريبا يا كلام نفسي يا اما على السبوره بس. اقوم انا اشتت اللاعب واشتت اللعيبه واتفاوض، هو ده شغل؟ ده مش شغل اداري صح، مش شغل اداري صح، الا لو في ناس ثانيه، ناس ثانيه بتعمل الكلام ده. النادي الاهلي لا، الاهلي ما بيعملش كده. النادي الاهلي عودنا على حاجه معينه، كل حاجه في وقتها، لا قبل ولا بعد، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. يمكن الناس تقول لك كده ليه؟ لان بيبقى في كلام تعثر مفاوضات مع انديه ثانيه، مع لعبتها مفيش فلوس، لعيبه سابتك ومشيت، فقال لك ايه، ارمي حته علي معلول اشغل بيها الناس، اشغلهم عن بقيه الماتشات الدوري. لا، التركيز كله، تركيز كل الفتره دي في الاربع مباريات اللي جايين، جمهور، اجهزه فنيه، لعيبه، العبوا غيرها، الكلام ده ما بيخشش على جماهير النادي الاهلي.